ولم يكن عليه ساتر وجب ايه؟ وجب التيمم لئلا يبقى موضع العله بلا طهاره، فيمر التراب ما امكن على موضع العله ان كان في محل ايه؟ التيمم، ويجب غسل الصحيح بقدر الامكان. خلينا نشرح هذا الكلام طويل اللي ذكرناه. نعم. قال الان اذا انسان في على احد اعضاء وضوئه، خلينا نقول ايه مثلا، رباطة او عصابة او جبيرة، قلنا ماذا يفعل؟ يمسح ايه؟ يمسح عليها. جيد؟ يمسح عليها. الان مش بس بده يمسح عند الشافعي وبده يتيمم. طب المسح عرفنا ليه؟ التيمم ليه؟ قال التيمم بدل العضو اللي هو ايش ماله؟ بدل العضو اللي تحت العصابة العليل، فبده يتيمم. فإذا عند الشافعي نفرض انه الآن إنسان في رجله موجود جبيرة، فبتوضأ لما يصير عند الجبيرة بيمسح عليها ايش كمان؟ يتيمم. نفرض في رأسه موجود شج يعني جرح، حتى لو ما في عصابة على رأسه، حتى لو ما في غطاء على رأسه، بتوضأ لما يجي عند الرأس ايش بعمل؟ بضرب وايش كمان؟ بتيمم. التيمم عند الشافعي هذا واجب، يجب ان يتيمم عند الشافعي. اذا لا يتيمم لا تصح ايه؟ طهارته. كان في هذا التشدد حقيقة، يعني الحنفية لم يجب التيمم. لأن الحديث الذي جاء في وجوب التيمم لم يصح، ويقول حسن بشواهده، لكن الحنفية ضعفوه وصح أنه ضعيف ليس بصحيح، ونحن نريد أن نيسر على الناس، لكن لابد أن نفقه فقه الشافعية. عندما يقول الشافعي لا يا عمي، لابد تتوضا تمسح على الجبيرة أو العصابة كمان تتيمم، ومش بس تتيمم، راح يجي كمان شوي لأمور أشد من هيك أخرى. راح تشوفوا مثل الشافعية في الطهارة متشدد جدا، يعني حتى الإمام الغزالي رحمه الله قال: ليت مذهب أو وددت لو أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في المياه. هو إمام من غزالي شافعي، مش الشافعي، مجتهد عند الشافعية، يقول: وددت لو أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في المياه. يعني إمام مالك في المياه توسع ويسر، وعنده يعني إمام مالك يكاد الماء لا ينجس قل أو كثر إلا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه كما سيأتي إن شاء الله في حينه. إذا لابد عند الشافعية أن يتيمم، لما يمسح بعد إيش ماله؟ بحاجة إلى يعني هي بسيطة، لما الآن في عنده جبيرة تمسح عليها وتيمم. بعد ما يمسح يتيمم، نعم، يعني الآن مش مسح على الجبيرة أو الرباط مباشرة يتيمم. شو الحكمة من التيمم؟ أكثر من جبيرة. مش مشكلة، بعدين أسئلة. الآن إحنا مرة نقول لو كان في رأسه مثلا شج، يعني في رأسه جرح، عند الشافعية بتوضأ لما يصل الرأس، طبعا الرأس عند الشافعية بكفي شعر واحد، بس احنا نفترض بده ان يغتسل، نفترض مثلا بده ان يغتسل، الوضوء فيش إشكالية، شعر واحد عند الشافعية تبذل، لكن لو أراد أن يغتسل، يغتسل رأسه يمسح عليه، يكون مغطي طبعا، يمسح عليه وبده يتيمم، بضرب ضرب يا وجهي وضرب إيه؟ ضرب لليدين. صلى الله على رسول الله. طيب الآن بعد ذلك إيش قال؟ قال: وإذا تيمم الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي وأدى فريضة لفرد ثاني وثالث وهكذا، ولم يحدث بعد طهارته الأولى، لم يعد الجنب ونحوه غسلا لما غسله ولا مسحا لما مسحه، والمحدث كالجنب فلا يحتاج إلى عادة غسل ما بعد إيه؟ ما بعد عليله، لأنه إنما يحتاج عارض عليه باقية إذ يتنفر بها، وإنما يعيد التيمم لضعفه على أداء عارض عليه باقية يجب إليه لو بطل الطهارة.
طهارة ايه؟ طهارة العليل. وطهارة العليل باقية إذ يتنفل بها، وإنما يعيد التيمم لضعفه عن أداء فرض ثاني بخلاف من نسي لمعة. يعني الآن عند الشافعي كمان بده يتيمم لكل ايه؟ لكل فرض. للشافعي لابد أن يتيمم لكل فرض وإن لم يحدث. معاي؟ يعني الآن يعني الإنسان جاء عند الشافعي في عرض نفرض على رجله جبيرة، توضأ مسح على الجبيرة بتيمم مش هيك؟ يصلي الفرض، إذا أراد أن يصلي فرضا ثاني لابد إيه ماله؟ أن يتيمم مرة أخرى، وإن لم يحدث لابد أن يتيمم مرة أخرى. يعني عندهم يصلي في التيمم الواحد فرضا واحد فقط، ولو أن يصلي في التيمم الواحد ما شاء من النوافل، لو أن يصلي في التيمم الواحد ما شاء من النوافل، لكن يصلي في التيمم الواحد إيه؟ فرض واحد فقط. قال إنما يعيد التيمم لضعفه عن أداء فرض ثاني بخلاف من نسي لمعة. اللمعة يعني شيء يسير في القدم. قال فإن طهارة ذلك العضو لم تحصل، يعني بالحالة هاي الإنسان توضأ ورجله ما غسلهاش، كان فيها يعني لمعة بمعنى أنه هنالك موضع لم يصل إليه الماء، هون لابد أن يعيد إيه؟ غسل القدم مش هيك؟ لابد أن يعيد غسل القدم ويعيد الصلاة اللي صلاها بهذه الطهارة الناقصة مش هيك؟ وغير كامل. قال فإن طهارة ذلك العضو لم تحصل، وإذا امتنع وجوب استعمال الماء بعضو من محل الطهارة نحو مرض أو جرح ولم يبقى عليه ساتر وجب التيمم، لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة، فيمر التراب ما أمكن على موضع العلة إن كانت محل التيمم، ويجب غسل الصحيح بقدر الإمكان. الآن نفترض إنه إنسان كان عليه جرح معين، بس ما حطش إيه؟ ما لم يضع جبيرة أو عصابة، إيش بيعمل؟ يتوضأ يغسل الجزء الصحيح قدر الإمكان، والجزء اللي هو عليه يعني أذى اللي عليه أذى فيش عليه المرأة أو جبيرة، فيش عليه المرأة جبيرة بدي يصلوا الماء بصير يوجعه، يتأخر الظهر والشتاء، يتيمم. بس لكن إذا كان نفترض إنه كان معي، نفترض أن الجرح كان بمحل التيمم، قد يمر التراب عليه قدر الإمكان. يعني نفترض إنه الجرح في الإيد، نفترض إن الجرح وجود وين؟ في الإيد. فعند الشافعية إيه بدي يعمل؟ بدي يتوضأ شيكا؟ طب الإيد الآن فيش عليها رباط، مقدرش يمسح عليها، طب إذا وصل الماء يتأخر الشفاء ويمكن يسبب له أذى ويسبب له ضرر، فإيش يقول الشافعي؟ يتوضأ يغسل الصحيح قدر الإمكان.